جمعة مباركة إن شاء الله. إذا السيناريو يتكرر كل سنة مع اقتراب خاصة الشهر رمضان الفضيل، وهو ارتفاع الأسعار. بداية، قراءة في الأسعار أو قراءة في السوق اليوم. بالفعل هو على مقربة كل شهر رمضان كل سنة تقريبا هنالك ارتفاع الأسعار. الآن ما نشهده هو أن هذه الأسعار هي مرتفعة، يعني من غير موعد مع الشهر الكريم. أنا رأينا وشاهدنا يعني منذ تقريبا بعض أسابيع هنالك بعض المنتوجات اللي عرفت يعني ارتفاع شديد في السوق. هذا الأمر بطبيعة الحال يعني لا يتوافق مع ما هو موجود. يعني إذا قمنا بمقارنة حول هذه المنتوجات السنة الماضية وهذه السنة، هناك ارتفاعات يعني زائدة وأحيانا غير مبررة. هذا الأمر يعني مقلق نوعا ما، ونتمنى أن الإجراءات التي بادرت بها السلطات المعنية بضبط السوق أنها تكون إيجابية يعني مع مدخل شهر رمضان الكريم، وألا نعرف زيادات أكثر مما نحن عليه الآن. طيب، يعني شهدت أيضا بعض المواد نتيجة كثرة الطلب عليها ارتفاعا وتذبذبا ربما في التمويل، لا نقول ندرة بل تذبذب فقط. لكن اليوم يعني كيف يمكن إرجاع هذا الثقة للمواطن الذي دائما ما يعيش نفس هذا التجارب في الندرة والمضاربة؟ نعم، راكي ذكرتي يعني كلمة جوهرية بالنسبة لنا وهي الثقة. يعني للأسف الشديد الآن المستهلك الجزائري أصبح لا يثق، يعني منذ سنوات، مش الأمر وليد اليوم، ولكن هذه الثقة سوف تتجسد وسوف تتكرس من خلال عدم التذبذب الذي نشهده. صحيح أنه في السابق كان هنالك عوامل كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها عامل المضاربة والذي تم القضاء عليه بنسبة كبيرة. ما تزال عوامل أخرى منها هامش الربح، منها الجشع، منها ضبط السوق. بطبيعة الحال نحن نتمنى أن يتم التحكم فيها حتى يعني لا نشهد هذه التذبذبات. المواطن الجزائري لما تكون هنالك سلعة متوفرة على مدار سنة ولا سنتين ولا تعرف هذه الاختلالات، بطبيعة الحال سوف يطمئن. نحن لا نبرر هذا السلوك الخاص بأحيانا اللهفة والتسرع نحو اقتناء المنتوجات الكثيرة الطلب وتخزينها. بالعكس، هذه السلوكات سوف تزيد من الأزمة. إلا نقول أن هناك مشكل ثقة كبير بين المستهلك وبين السوق، وبما يؤدي إلى زيادة اختلالات من خلال بعض السلوكيات. طيب، إشكالية أخرى يعني دائما ما نقف عليها هي مشكل الميزان، يعني وزن بعض المواد الاستهلاكية بالزوائد، وهذا ينطبق سواء على الخضر والفواكه وأيضا سواء على اللحوم البيضاء والحمراء أيضا. شوفي، بطبيعة الحال نحن لما نتحضروا على الخضر والفواكه، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، بالفعل يعني كان هنالك مرسوم يتحدث عن الزوائد أنها ممنوعة. لما نهضروا على القانون ولا على الخرشف ولا على البطاطا بترابية أو غير ذلك، هنالك من يقول بأن هذه الزوائد أمور إيجابية سوف تزيد يعني من أن الخضرة تبقى طازجة. يا أخي، هي كلها هو طازجة. نحن ماذا بينا أن الأسعار تكون بدون هذه الزوائد، لأنه ما نراه الآن هو إنتاج محلي، وبطبيعة الحال فهو يبقى طازج. ما نشرح نصدره إلى الخارج ممكن أن نبرر بعض ما يتم نقله، ولكن للأسف أحيانا لما نأخذ بعض المنتوجات نشوف أن الزوائد تحلك كبيرة جدا. لما نعذروا على الدواجن أيضا أحيانا للأسف الشديد لما يتم قطع أجزاء، وكأنه قريب الدجاجة يذبحوها في عينها، مش يذبحوها في رقبتها، ولا حتى يعني في الرجلين تاعها نشوفوا احيانا قريب تهبط. ورغم انه هنالك مرسوم يبين يعني كيفيه انه يكون العرض للدواجن. الان عندنا شكاوي من نوع اخر يعني، واليوم على صفحتنا، وهي الاطراف يعني المفاصل بالنسبه للحوم الحمراء. نحن نعرفوا انه ارتفع كثير جدا، والجزار لما يشري الهيكل بأكمله بعظمه ولحمه، ولكن أحيانا لما المستهلك يقتني قطعة صغيرة مثلا في آخر مفصل يجي العظم. اليوم قسنا فقط كمثال يعني العظم تاع جيكو في نهايته يدير 20,000 وحده. أيضا لما شفنا الآن مع ارتفاع أسعار اللحوم، يعني الكارط الذي يوضع
يوضع احيانا يعني ليتم تغليفه باللحم ويوزن مع اللحم يدير ثمن الفراك يعني بسعر 200,000 ولا 240,000 الكيلو. اذا اعتقد انه لابد من النزاهه ولابد من الشفافيه ولابد من توضيح الرؤيه، ولا سيما انه الان المواطن اصبح يعني كما يقولوا اكزيجون يعني اصبح يطالب بكثير من الحقوق وبكثير من الشفافيه، وهذا امر مشروع وهذا امر مطلوب من جهه انه الوعي الاستهلاكي يزيد، ومن جهه يريد الحفاظ على قدرته الشرائيه وان يبقى في نفس الوتيره تاع المعيشه اللي كان عليها دون ان تكون هنالك مصاريف اخرى. طيب نقطة أخرى يعني بالحديث على الشفافية، تسابق الحكومة أيضا الزمان من أجل ضبط الأسواق قبيل شهر رمضان، وكما جاء في مجلس الوزراء الأخير فيما يخص إنشاء أو استحداث جهاز يقظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، الفلاحة، التجارة، أيضا يتولى مراقبة ومتابعة تموين الأسواق. يعني هل من جديد، هل تم التنسيق معكم أنتم كمنظمة لحماية المستهلك؟ لحد ساعة نحن لم يتم التنسيق معنا، عدنا إن شاء الله عن قريب جدا لقاء مع مصالح وزارة التجارة فنتحدث في هذا الموضوع. وعلى كل حال احنا جهاز اليقظة ثمناه لما جاء بتعليمه من السيد رئيس الجمهورية، لأنه راح يكون مؤسساتي وبالتالي تكون عنده أكثر قوة وأكثر تواصل مع الجهات الأخرى. لازم تعرفوا أيضا أن المنظمة الجزائرية والحمد لله عندها جهاز يقظة بتعمل به منذ سنوات، والذي مكننا من اكتشاف بعض بؤر التذبذب في تموين بعض المواد والتي أثرت بعدها على السوق الوطني. نحن نريد أن نقاسم تجربتنا مع هذه المؤسسات، ونحن مستعدين أن نساعدهم يعني في ضبط السوق. جهاز الإنذار هو عبارة عن رصد لأي اختلاف ممكن ويتم معالجته في مهده قبل أن ينتشر، وهذا ما رأيناه من خلال الأزمات السابقة أنه بعض النظرة أو بعض ارتفاع الأسعار تكون في بؤر وبعدها يعني تصبح كالنار في الهشيم وتنتقل، ولا سيما أنه عندنا يعني متابعين كثيرين يعني في مواقع التواصل الاجتماعي الذين يؤمنون يعني ويصدقون، حتى أحيانا تكون كذبة ويصدقها ويتأثرون بها ويغيروا من سلوكاته. جهاز الإنذار نحن نثمنه ونتمنى أن يكون فعالا يعني وعمليا في أقرب وقت. طيب بالإضافة إلى عمل الحكومة، أيضا الأجهزة الأمنية يعني تسابق الزمن وتضاعف من مجهوداتها في كبح المضاربين، وتوجت التحقيقات ب يعني الوصول إلى شبكات منظمة أو منظمة فيما يخص المضاربة، وأيضا قانون المضاربة الذي وصل إلى حتى المؤبد. يعني هل ترون أن مثل هذه الإجراءات ربما ستكبح من هذه الظاهرة؟ شوفي، لنكون يعني صادقين ولنكون صرحاء فيما بيننا. الآن لما شفنا يعني في سنة 2022 يعني وفي الثلاثي الأخير بعض مظاهر المضاربة اللي كانت شديدة جدا جدا، وكانت حتى القاطرات المقطورات تاع الزيت تخرج عبر حدودنا، لما شفنا أنه كانت هنالك مخازن كبيرة، لما شفنا أنه كان تلاعب بكودرة الحليب وبالحليب المدعم، لما دخل حيز التطبيق هذا القانون نقول فيه ما فيه من عقوبات، ولكن لما دخل حيز التطبيق شفنا أنه هذه المظاهر نقصت نقصا شديدا، حتى أنه الآن بعض المظاهر المضاربة راهي قلت. إذا تتذكروا منيح في جانفي كان هنالك إعلان عن عدد، ولا في آخر ديسمبر يعني لم تخن الذاكرة، عن عدد الحالات التي مرت على العدالة في قضايا المضاربة، كان تقريبا 30 في شهر تقريبا. الآن راهي تعد على الأصابع، وحتى الحالات التي يتم تصنيفها كمضاربة هي حالات طفيفة لبعض تجار تجزئة، ما نشوفه في تلك المخازن الكبيرة التي أصبح فيها مضاربة وتكديس للزيت وتكديس للسميد. هذا أمر لابد أن نعترف أنه الحمد لله ثم التراجع. هنالك ربما مضاربة من نوع آخر لما نهضر الآن على مثلا سعر البصل، لأنه الآن البصل اللي راه يخرج البصل يابس، هذا بصل من غرف تبريد، أنت اللي إذا تشريه 6,000 ولا 8,000 تروح تبيعه لي 20,000، هذه مضاربة. إذا المضاربة تختلف في أشكالها، وعلى هذا الأساس هذا القانون إذا ما أردنا أن يكون ناجعا و
إيجابية للاقتصاد وللمستهلك الجزائري لابد أن يطبق طوال سنة، وهذه أيضا شفناها يعني من التعليمات تاع المجلس الوزراء لابد أن يطبق طوال سنة. لما نشوف أن هنالك بعض الظواهر غير معقولة لابد أن تتدخل الأجهزة يعني الرقابية في حد ذاتها، كانت أمنية أو إدارية، لأجل كبحها ولأجل حتى لا تأخذ أبعاد كثيرة. حنا نشوف بأن كثير من المنتوجات، نصارحوا بعضنا، كثير من المنتوجات الاستهلاكية وخاصة منها الخضر والفواكه الموجودة الآن بغير أسعارها الحقيقية. نعم. يعني هناك ارتفاع كبير في الأسعار. ماهوش موسمها، نعترف بأنها ماهوش موسمها، ولكن إذا ما قارنا بالمواسم السابقة هنالك ارتفاع يعني على موسمها، على سعرها الموسمي. وهنا الناس اللي راهو يتلعبوا بقوت الجزائري غير معقول. نعم، هناك إشكالية أخرى أيضا، البيع المشروط اليوم، يعني لما تشري يعني زيت يقول لك لازم تشري معاه شيء آخر، يعني كما شفنا مع الحليب أيضا. بلغ عليه يا أيها المواطن اللي يقول لك أشري حاجة بحاجة، بلغ عليه. بلغ. للأسف الشديد نحن نقول الحمد لله يعني كاين وعي في التبليغ، ولكن للأسف ما هوش وعي تام. عليه يفرض عليك أنك تشري هذه بهذه، وعلى ما تبلغ ليه الوضع واحد يقدر يقول لي وين نبلغ؟ عندك رقم تاع وزارة التجارة 10-22، عندك رقم القصير تاع المنظمة 33-11، عندك تطبيق أشكي تاع المنظمة، ادخل التطبيق وخذ الصور. على ما نبلغوش؟ للأسف نحن نعرف نبلغو غير في مواقع التواصل. قال أم زادونا، أم فرضوا علينا، أم روح قدم بشكوى. يعني الآن الحمد لله يعني الأبواب أبواب العدالة مفتوحة والتحقيقات كاينة، والتلاعب ب ب ب ب يعني برزق المواطن أصبح من ممنوعات. على ما نبلغش؟ الحمد لله الناس راهي تبلغ. أنا جينا عبر طريق 33-11، ولكن نتعجب من الناس اللي لا تقوم بأي مجهود لأجل التبليغ. يعني للأسف فرض عليك سلعة بسلعة بلغ. الآن التبليغ المهم والأكثر من هذا هي غرف التبريد، هي المخازن، هي الناس اللي ما زالت تتلاعب يعني ببعض المواد المدعمة. هذه لابد أن نقول. نعم، نتمنى إن شاء الله تفعيل هذا الجهاز في أقرب وقت ويكون هناك استقرار في السوق. شكرا لك سيد مصطفى زبدي على كل ما تقدمت به من تفاصيل. شكرا. نتوقف الآن مشاهدينا عند فاصل.